مثل هالحالة عندنا احنا طبعا عدة الوفاة عامة، يعني صغيرة او كبيرة، الزوجة مدخول بها او غير مدخول بها، حامل او حائل، على كل الفروق العدة، هذه عامة. وليش عدة عامة؟ لان اكو عامل نفسي. شنو هو العامل النفسي؟ تعرف العلقة بين الزوج والزوجة تبقى يريد لها فترة من الزمن يبرد شوية المصاب، الشعور بالمصيبة، يصير شيء من النسيان إلى حد ما. لأن أنا أكد لك أن النسيان رحمة، ولولا النسيان لتمزق الإنسان. يعني هالعلائق اللي تربطك المتشابكة بينك وبين الزوجة أو بين الزوجة وبين زوجة، طبعا علائق هذه علائق يعني رقيقة ومتينة، تبادل مودة، تبادل شفقة ورحمة، علاقاتك ومصلحية، هاي يريد لها وقت، تحتاج إلى وقت. ولذلك إجت العدة للجانب النفسي من هالناحية. وإلا هاي إذا صغيرة وغير مدخول بها، شنو قضية العدة على شنو؟ يعني العدة مو بس إحنا نريد نتأكد أنه ماكو طفل، لا، لكن أكو عامل نفسي. هذا العامل النفسي يكون شوية يبرد شعور بحر المصاب، انفكاك العلاقة بالتدريج، فيحتاج هالزمن. طيب.